السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي. مقطعنا اليوم مقطع بسيط بس كثير طلبوه، لأنه شيء مرة مهم لأي لاعب كنترولر، وهو الإعداد الجديد اللي نزل والخاص بأجهزة الكنترولر الديد زون. بشرح لكم كل شيء تحتاجوا تعرفوا عن هالشيء وشو أفضل رقم ممكن تحطوه لاعب مبتدئ أو محترف، كله بهذا المقطع. قبل هذا لا تنسوا اللايك، ثاني وحدة وراح تدعم القناة، ولو إنك جديد فأنا أشرح كل شيء عن فورتنايت، نونا بشراكك، ويلا نروح للفيديو. في البداية ولو تروح للإعدادات وعند الكنترولر بالتحديد راح تلاقي خيار جديد وهو الديد زون، مخصص بجويستيك التحكم اللي على اليمين واللي على اليسار R3 و L3، ويأثر على الاستجابة بشكل كبير. لازم تركز معي لأنه في غلط مرة كبير، ما أدري لو إنك شفت شرح للديد زون في مكان ثاني، بس في كثير مقاطع يوتيوب يقول إن أفضل شيء إنك تحدد زون على أقل شيء وهو 0.5. غلط غلط غلط. انتبه أول شيء شو هو الديد زون، لو ترجمها يعني المنطقة الميتة، وهي ترجمة 100% صح. ولو تلاحظ لو زودت الديد زون بتشوف انه في دائرة تكبر، وهذا معناه الكمية اللي لازم تحرك فيها عصا التحكم عشان لاعبك يستجيب. كل ما كبرت الدائرة معناه انه لازم تحرك عصا التحكم برا منطقة الدائرة عشان اللعبة تستجيب او لاعبك يتحرك. يعني كل ما الدائرة تكبر لازم تحرك لمنطقة ابعد، ولو انك حركت عصا التحكم للمنطقة اللي في الدائرة لاعبك ما راح يتحرك او ما راح يستجيب. لو حطت الدائرة على أكبر شيء هو شيء غلط طبعا، تحتاج إنك تحرك عصا التحكم لين آخر شيء على أي جهة عشان لعبك يتحرك أو عشان تلف الشاشة. وطبعا لو إنك حطيتها على أقل شيء كذا أنت ما عندك أي مجال أي حركة تسويها بالكنترولر، وحتى لو بالغلط بتلاحظ استجابة فورية، يعني ما تعطي نفسك أي مجال، وهالشيء بيدمر إيمك ممكن. يعني أنت قاعد تأيم على اللاعب، جيت حركت الدرجة مرة خفيفة إيمك راح يضيع على طول. وبالنسبة للتحكم بالمشي، لو عندك كنترولر شوي قديم وحطيته على أقل شيء يمكن لاعبك يبدأ يمشي لوحده، وحتى لو كنترول جديد ممكن تلمس الجويستيك وفجأة تشوف اللاعب يمشي ويخرب عليك. أنا الكنترول اللي عندي جديد وحركت اللاعب شوي بس وظل يتحرك لوحده. طبعا الكلام هذا ما أقوله بس كذا، هالشيء من تجربة كثير لاعبين. عندكم مثلا فيزس وان كمان حاط اللفة اللي على اليمين على 0.18 تقريبا، هو شيء أشوفه ممتاز صراحة. أما اللفة اللي على اليسار حطها 0.16. انا اكلمكم عن لاعب محترف مره. المهم غلط كبير انك تمشي مع باقي اليوتيوبرز او اي حد يقول لك انه لازم تحط 0.5 اللي هي اقل شيء، لان هذا غلط كبير. ادري انه يفرق من لاعب للاعب، بس مبالغ انك تحط رقم اقل من 0.10. ولو تلاحظ اللعبه تحذرك من انك تحط اي رقم صغير لانه بياثر عليك بشكل سلبي ممكن. نصيحتي لك لو انك لاعب محترف او متوسط حط الديد زون اللي على اليسار على 0.13، رقم مره مناسب بالنسبه للمشي وبالنسبه للاستجابات، بالنسبه لاي شيء ثاني رقم مناسب كثير 0.13. اما اللي على اليمين والخاصه بالحساسيه حطها بين 0.12 و0.18. جرب الارقام هذه وشوف اللي ترتاح له اكثر. وهذا مقطع اليوم، لا تنسوا زر لايك لو انكم استفدتوا، ولو حابين تدعموني فتقدر تحطوا كود المتجر سي عندكم. مره اكبر دعم هو كود المتجر، وشكر لاي واحد حط الكود عنده. اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.